ضغطات الإدارة المحلية، الأسرة الإعلامية، نعم تم صباح، لقد طلبنا تنظيم هذا اليوم لما عرفنا من هول المصيبة هذه الصائفة والمشاكل التي نجمت عنها. ولذلك اسمحوا لي أنه في هذا اللقاء سأتكلم على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى متعلقة بهول المصيبة. منذ أول جوان حتى 7 أوت الإحصائيات واضحة، سجلت بلادنا 1614، ولا أظن أن وزارة التجارة تخالفني في هذا الرأي، 1614 تسمم غذائي في ظرف تقريبا شهرين، منها أكثر من 853 في الفضاءات التجارية، و 717 فيما أعتقد، يعني ما يمثل 47% في الفضاءات الخاصة في تنظيم الولائم وفي تنظيم اللقاءات والأطعمة وغيرها، ما يشكل خطر كبير على الصحة العمومية. وقد سجلنا وفيات، للأسف الشديد نحن نأسف أن تكون بالتسممات الغذائية وفيات. ثم الشيء الآخر الذي يجب أن نعرفه أن في كل مرة يكون فيه تسمم غذائي هناك تكاليف على ميزانية الدولة. عندما تكون التكاليف على عاتق الدولة للتكف بالمريض هذا واجبها ومفروض عليها، لكن عندما تكون الأسباب بفعل فاعل ذلك ما يكون الطامة الكبرى. لذلك أن المسألة أصبحت خطيرة تقريبا. الصائفة الآن انتهت، ولكن سجلنا مصائب في خلال هذا الصيف، والسبب الأساسي هو عادة بكتيريا اللي تكثر، غياب سلسلة التبريد وغيرها من المسائل الجوهرية في التكفل بتنظيم الأطعمة أو الأفراح أو اللقاءات. عادة ما كانت الأسر بصورة عامة تهتم بالجوانب هذه الأساسية، لكن مؤخرا هذه الصائفة تقريبا 47% يرجع إلى التنظيم الخاص لهذه اللقاءات والمآدب المختلفة أو الأطعمة المختلفة أو ربما الفضاءات اللي تجمع. حتى أنه كان في منطقة في سطيف كان أيضا لقاء بسيط جدا، 59 واحد تسمم غذائي وقد يصل إلى نتائج وخيمة بعد ذلك. التكلفة، متوسط التكلفة تجاوز 3500 دينار للمريض واحد، هذا متوسط، لكن قد تصل إلى البعض الآخر إلى أكثر من هذا، ناهيك عن الترتبات التي ستكون على صحة هذا المريض وعلى الخدمات الصحية فيما بعد. وطبعا كل تسممات غذاء عبارة بالنسبة لنا استعجالات يجب التكفل بها وأخذها على العاتق مهما كانت الظروف. ثم النقطة الثانية اللي أردت أيضا نتكلم عليها، رغم أننا في ماي وأصدرنا تعليمات من مديرية الوقاية لقضاء صيف عادي، ونظمنا هنا في هذا اللقاء هنا في هذا المدرج مدرج بيير شولي، وتكلمنا على ضرورة الاهتمام بالجوانب الغذائية والنظافة والجوانب التي تتعلق بالتبريد وغيرها، ورغم ذلك سجلنا 1614 تسمم، وهذا ربما نتيجة وخيمة. أنا أشكر بالمناسبة وزارة الداخلية ووزارة التجارة على الاهتمام البالغ وعلى الدورات التفتيشية التي راهي تقريبا دورية، ورغم ذلك رغم كل الحيطة والحذر التي كانت تقدمها مصالح التجارة، رغم ذلك كانت أشياء خارجة عن نطاقها لأنها تكون
بفعل فاعل، لا تدري يعني وزارة التجارة أنها تكون هذه الأمور. المراقبة على مستوى الهيئات الفضاء la sphère commerciale, nous avons constaté qu'il y a eu 800 et quelques intoxications, ce qui représente de tous les 1614 à peu près 53%. C'est énorme. هذه المسائل أصبحت تهدد صحة المواطن. لذلك ما بقي من الصائفة يجب أن نتوخى الحذر والحيطة في هذا المجال. النقطة الثانية والأستاذ الطبيبية موجود معنا، احنا تكلمنا اكثر من مره على الجوانب المتعلقه بالنظافه والاشياء المتعلقه بضروره حمايه المواطن وغيرها، ومع ذلك هذه التعليمات اصبحت لا تسدي. هل يجب ان نكررها كل مره ام يجب ان انا اشكر بالمناسبه ايضا اسره الاعلام، لانها في الصائفه هذا تقريبا 10 او 11 فيما اعتقد مقال باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية حول مسألة التسممات الغذائية. ومنذ يومين تقريبا جريدة الوطن تكلمت بإسهاب صفحة كاملة عن التسممات الغذائية. هذه المصيبة أصبحت كبيرة وتشكل خطر على الصحة العمومية. ما هي الحلول التي يجب أن أيضا نقدمها في أقرب الأجال؟ يعني تقريبا الآن احنا رافقنا هذه المرحلة تاع شهرين، لكن يجب أن نأخذ تدابير استعجالية، منها التنسيق مع وزارة التجارة والتنسيق مع وزارة الداخلية، خاصة المكاتب البلدية للنظافة. مصلحة الطب الوقائي على مستوى كل المصالح الاستشفائية تقدم في عمل، لكن مستقبلا أظن أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة والمكتب النظافة البلدية والمصالح هذه للتنسيق وللمراقبة وللدعم والمرافقة وغيرها. أنا لا أعتقد أن الأمور يعني تقدم بشكل إرادي، هذا أنفيه، لكن ربما لا مبالاة وربما عدم أخذ الحيطة هي التي وراء هذه التسممات التي وصلت كما قلت إلى وفيات. النقطة الأخيرة، في الوقت الذي سجل والجميع يشهد بذلك أن هناك تحسن في التكفل بصحة المواطن، المؤشرات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توحي بأن بلادنا منذ 2019 إلى يومنا حققت في كثير من الخطوات تحسن ملحوظ في التكفل بالمريض وبصحة المواطنين، والمؤشرات واضحة، وأكدت عليها أيضا البنك الدولي على هذا التقدم الملحوظ، والدليل أن الأمل في الحياة l'espérance de vie a passé au bout de deux ans. On était en 2002 à 79, nous sommes pour la femme à 80,2 et pour l'homme à 79,9. C'est-à-dire, هناك بعد ما كنا في 62 52 سنة. يجب أن نعرف الحقيقة. يعني الفارق هذا 30 سنة لم يأتي بصورة اعتباطية ولم يأتي بصورة طبيعية، ولكن جاء بمجهود الذي بذله مستخدمو قطاع الصحة. وبالمناسبة لأنها الأرقام هذه تبشر بالخير، وهي أرقامهم لأن مستخدمهم اللي قدموهم، نقدم لهم كل الشكر والتقدير والإجلال على هذه النتائج التي ترفع رأس الجزائر أمام الأمم. الآن بيننا وبين الدول الأوروبية لا فرق. L'espérance de vie, on est presque dans les mêmes critères et les normes qui sont fixés. Également de même pour les prestations qui sont fournies par notre système de santé. Il faut dire, quand on compare, il faut faire en sorte que les situations ailleurs ne sont pas toujours aussi bonnes comme on l'imagine. نظن أن إلا اللي ناكر أو جاحد مجهود هذا أبناء هذا الوطن اللي قدموا الكثير. ولذلك تحية مرة أخرى إلى كل المستخدمي قطاع الصحة وبالخصوص الأطباء. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. كانت كلمة وزير الصحة السيد عبد الحق صيحي خلال إشرافي على يوم